أنا هلالي يوم الثلاثاء، وأعتقد كل عربي نبضه هلالي في هذه المباراة. عيسى الجوكم أساسا هلالي، لما حكى حمادي وكنت أتمنى لو حكى أنه بوهانغ ستيلرز كمان هو صاحب الأكثر تتويجا مثله مثل هلال، ثلاثة ألقاب، يعني كمان فريق كبير بدون شك. خلينا نبدأ بالضيف، بالنسبة إلى بوهانغ أبو كرم ثلاث نهائيات لم يخسرها، فريق مهما كان ترتيبه في الدوري ولكن يمتلك سجل كبير جدا في قارة آسيا، متعطش للبطولات أبو كرم. من 2013 إلى الآن لم يحرز بوهانغ الكورة أي لقب محلي أو خارجي، وهذا يعطينا مدى الدافعية لهذا الفريق من أجل أن يحرز هذا اللقب. نعم هو يعتمد على اللعب الجماعي وليس لديه نجوم، عنده لاعب واحد فقط في المنتخب هو احتياطي، ولكن مدرب الفريق الحالي اللي هو كيم جي أبو كرم كان لعب أمام الاتحاد 2009 وكسب المباراة، بمعنى آخر أنه لديه خبرة كلاعب وكمدرب أيضا بمثل هذه المناسبات. الهلال أبو كرم خلينا أقول لك يا أنقل لك يعني تخوف أو قلق الشارع الرياضي السعودي. كانت هناك عملية قبل أسبوع تقريبا وعشرة أيام، كانت هناك خلينا أقول لك إياها فكرة بأن المباراة سهلة، بأن التحضيرات إلى الاحتفال تم تجهيزها، بأن الهلال هو البطل. الحمد لله هذه الفكرة قبل يومين أو ثلاثة تنبه لها صناع القرار في نادي الهلال، وتنبه لها أيضا الهلاليين بأنه لا، أنه هذا المنوال سيؤدي في النهاية إلى خسارة اللقب. افتدت أن هناك موجة أخرى، مباراة صعبة، مباراة بفك الشراكة ما بين الهلال وما بين بوهانغ، على أساس أنه كل فريق لديه ثلاثة ألقاب في دوري أبطال آسيا. من هنا حقيقة بدأ العقلاء يستشعرون أنه هناك صعوبة، بمعنى هناك إن شاء الله يكون قدا فرح. فنيا أبو كرم مثل ما قال حمادي، عودة المصابين أنعشت فريق الهلال، هناك غياب واحد هو اللي هو البليه، سيكون متعب الفرج محله في قلب الدفاع. مع ذلك أنا مع حسن الراهب بأنه نصف الفرصة وليس الفرصة تنهي مثل هذه المباريات. طيب